دير اسم اسم الحمد لله كاين. سياسيا كنت سياسي امور كلها كاين، ما عندي حتى حاجه وغنكون اومني بريزون. انا كنت واعد على نفسي الا هذا المشروع الناس ويساهموا فيه غنتفرغ ليه واحد المده ديال سنه وسنتين، ونكون شويه قريب من المشاريع ديالي والامور ديالي نخليها جانبا. ولكن ما ننساوهاش لان هي القوت اليومي ديالنا، ما يمكنش ننساو هذيك الامور ونبقاو غير الرجاء. ولكن الله يعطي الوقت الكبير لهذا الفريق رجاء وانقاذه. هذه فيما يخص الخطوط العريضه الاخوان اللي اسمحوا لي بغيت ندخل معكم في لي ديتاي ديالها، في لي ديتاي ديالها، ولكن ما نقدرش لانني عندي لقاء مع المنخرطين برا الفريق اللي غنديباتيو هاد الامور كلها المتعلقه فيما يخص هو الشكل التقني الاداري الموارد الماليه، لانه راه غدا خصك تعطي لي الفلوس. وحنا ما تنقولش بان جي ما غنعطيوش، ضروري غنعطيو، ولكن غتكون الامور معقلنه. وحتى الكوتمر غيكون ما يمكنش لينا، لان مشينا نشوفوا المنظومه ديال اللعابه الموجودين في الساحه ديال 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 البطوله الوطنيه، اللعابه المزيان كل فرقه شاده اللعبه ديالها، يعني ما كاينش واحد المنتوج شي افريقيا قبل المشهور. انا تنفضلوا بان يكون هو التمازج ما بين المدرسه دراجه وما بين وليدات دراجه، نصبروا عليهم ونعطيهم حقهم ونجيبوا الخصائص فين كاين معقلا وثقوا بيا، لانه التجربه اللي عطات راه عطات النتيجه ديالها. اللعابه اللي كنا جبنا راه النتيجه عطاتهم، لان هذوك اللعابه اللي جبنا وهذاك الفريق اللي كوننا راه به باش رجعنا لافريقيا. لولا هذاك فاس العرش خدام هذيك الظروف، لولا كنا نديو الشامبيون دوبلي هذاك العام، وسامح الله الناس خلقوا لنا ازمه في مراكش وهذي باش ما نديوش الشامبيون. وهاد الناس من قلب الفريق ماشي الناس غرباء الفريق، باش ما نديوش الشامبيون. والحمد لله نجحنا في العمل ديالنا قدر المستطاع رغم هذيك الظروف وهذيك الضغوطات اللي كانت عندنا. حاولنا نرجعوا الفريق السكه ديالو الصحيحه، ولعبوا كاس افريقيا وصلناهم بعدنا لي جروب، ومشاو داو بهذاك الفريق جيسي زياد وداو الشامبيون داو كاس افريقيا وداو لا سوبر كوب، وجا من مورهم فريق اخر داو الشامبيون في عهد السي سلامي ودات الشامبيون في عهد السلامي انا كمدرب بزياد عهد زياد. يعني هذاك الفريق العمل اللي خلينا، وهذه هي لا كونتينيتي. واحد كيعمل كيدير له سال بولو، وواحد كينتج، ولكن شنو المهم فيها هي مصلحه الرجاء، المنظومه ديال الرجاء. ما تهمناش شكون يبدا ولا ما يمشي، من العمل اللي كيكون تكون لا كونتينيتي. وهذا امور اللي بغينا نعاودوا نحاولوا ويكون جميع الامور. اي واحد انا نهار مشيت انا ما بقيتش بعيد على الرجاء، ولكن بقيت الصمت، ما عمري خرجت ديكلاراسيون، ما عمري تكلمت على الرجاء، ما عمري حاولت ندخل راسي في الرجاء. مي كيعيطوا لي في اطار هذاك المجلس الاستشاري كيبغوا الاراء تنحضروا نجتمعوا بغاو شي حاجه، تنقول حتى دابا الان انا ما عنديش مشكل. الا هاد الناس ما بغاوش وعندهم منظور اخر جديد وكاين فيه مال وكبير، مرحبا، غير ما نسوفوش وما نبيعوش الوهم. الا كانت الضمانات وكاين الفلوس انا ما عنديش مشكل نسحب من غدا، ما عنديش انا مشكل. ولكن باش نجيو نسوفو ونعاودو نبقاو في ديك الدوامه راه الرجاء ما غاتخلص واحد 50 ولا 10 سنين اخرى. ثقوا بيا، لان هذا لو فيراج اللي فيه حنا اصعب من الفيراج اللي كان ديك المره، لان هاد المستنقع بقى 10 سنين وحنا في نفس الدوامه. كتجي بعد المناسبه تندو فيها بطوله ومن بعد كتنعس، راه خصها تكون لا كونتينيتي لا بيرينيتي ديال لو بروجي في الاستمراريه ديالو وفي الاستمراريه ديالو. نطلبوا الشخص المناسب في المكان المناسب. هذا هما سمحوا لي باش ما عطيتكمش الخطوط، عطيتكم الخطوط العريضه، يمكن فلتات لي شي امور اخرى ونفتحوا الباب النقاش. وانا راه الاشاره هذه غير البدايه ديال الامور، عندي في البدايه ديال شي واحد اللي طالع تكلف اللي غيهضروا ولا شي واحد اللي مرحبا مرحبا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.